برنامج أوتو نعم. بهاي الحلقة رح نتعرف على وحدة من أحلى السيارات العائلية من إنفينيتي، سيارة كيو إكس 60. هاي السيارة العائلية اللي بتتسع لسبع ركاب. مثل ما أنت شايفي هاي السيارة بعدها محافظة على شكل وهوية إنفينيتي بكل سياراتها، الشبك الأمامي، توضع شعار إنفينيتي، انحناءات السيارة وانسيابيتها، بالإضافة للأضواء الخلفية المتواضعة بشكل بارز مش بشكل منحوت ضمن السيارة، فهي أضواء بارزة خلفية. لمحة سريعة أخذناها عن السيارة من برا، خليكي معنا نتعرف على السيارة من الداخل. إنفينيتي كيو إكس 60 من الداخل، رغم إنه السيارة كبيرة الحجم وهي سيارة عائلية، بتضلها بصمة إنفينيتي وهويتها بوصفها كسيارة ناعمة نسائية انسيابية موجودة بهي السيارة، على الرغم إنه حجمها كتير كبير. مثل ما إحنا شايفين إنه صف المقاعد الثاني بيتسع لثلاث ركاب، وصف المقاعد اللي بعده بيتسع لركبين، وصف الأمامي بيتسع لاثنين، فهي سيارة سبع ركاب. لكل صف من صفوف نظام تكييف منفصل. طبعا مثل ما احنا شايفين انه الصف الثاني من السياره مزود بشاشات عرض حجم 8 بوصات. هي الشاشات مرتبطه على سماعات لاسلكيه وعلى جهاز تحكم، يمكن التحكم بمحتوى العرض اثناء قيادتك بدون الانشغال او التشتت على القياده. شاشه الترفيه الاماميه كمان هي شاشه تعمل باللمس، كمان حجم 8 بوصات. شاشه مساعده السائق هي نوعا ما حجمها كبير. اللون اللي مختارينه إنفينيتي من الداخل هو اللون البيج الفاتح كثير، وهي لون موجود على كثير سيارات من سيارات إنفينيتي، بالإضافة لتطعيمات من الخشب اللون البني اللي يعطيها مزيد من الفخامة بالديكور أو الديزاين الداخلي الأنيق. النقل الحركي مكسوب الجلد وعليه شعار إنفينيتي. طبعا فكرة كثير مهضومة بالسيارة هي إنه المقاعد الأمامية تدفئتها وتبريدها عبارة عن أزرار دوارة ممكن تشغيلها بشكل منفصل، وكذلك في قرص دوار كمان لاختيار وضعية القيادة إن كان سبورت أو إيكونومي أو سنو. طبعا هو حاطين إضافي هو القيادة أثناء الثلج. مساحة التخزين هي مساحة مقبولة. سيارة مزودة بشاحن لاسلكي. جنب ناقل الحركي في إضافات من الخشب اللامع أو من الفورميكا. بنيجي للنقطة المهمة اللي هي دائما بنسأل عنها بأي سيارة بنشتريها بغض النظر عن التطور التقني أو المحتوى لإلها، هو نظام الأمان العالي. إنفينيتي مثل ما ذكرت في البداية أهم خاصية فيها هي الحماية من التصادم الخلفي، وهي نقطة كتير مهمة بحال عدم الانتباه. طبعا السيارة بتبدأ بإعطاء تحذيرات، فيها مرايا يعني كاشفة 360 درجة. أثناء تحرك السيارة هتلاحظ إن أنت بتشوفي الأجسام الجانبية، أي جسم جانبي بيقترب من السيارة حتشوفي بالكاميرا، الكاميرا حتعطيكي رؤية شاملة وواضحة. أثناء الرجوع للخلف بتعطي تنبيه، إذا ما انتبهتي كمان بتزيد صوت التنبيه. بحال ما أخذتي قرار إنك توقفي السيارة وفي سيارة مفاجئة واصلة، توقف السيارة تلقائياً. طبعا هذا بيحمي كثير من التصادم الخلفي. كمان هو الحال بحال التصادم الأمامي بتعطي تنبيهات لتغيير المسار، الحفاظ على اللاين المخصص للقيادة أثناء السير، نظام القيادة المساعد، نظام مساعدة لصف باركن. كل هيدي الأشياء هي مميزات تقنية مزودة فيها سيارة إنفينيتي كيو إكس 60. هاي السيارة العائلية اللي فيها مساحة تخزين بتتسع إضافية، بتتسع لأغراض، ممكن طي المقاعد الخلفية وتحويلها لمساحة تخزين كاملة إذا احتجتي السيارة بهاي الخصوص. السيارة مزودة بنظام صوتي بجودة عالية، مثل ما أنتم شايفين إنه في نقاء للصوت وقوة للسماعات الموجودة، فهي مزودة ب 13 سماعة من نظام بوس. طبعاً بضل في تفاصيل صغيرة بالسيارة، مجرد استخدام مرة الأولى والثانية هي متعرف عليها كلها. بأي سيارة بتهمنا قوة السيارة، متنتها، عوامل الأمان فيها اللي هي أهم شيء، واحتياجاتنا العائلية إذا كنا نحن عم ندور على سيارة عائلية. هي مزودة بالكاميرات، مساحتها واسعة، ممكن فيها مساحة إضافية، مساحة التخزين، فتحة السقف بانورامية على كل المقاعد. وهيك بنكون تعرفنا سوا على سيارة إنفينيتي كيو إكس 60 من فئة الكروس أوفر، محرك تيربو سعة 3.5 لترات، السيارة متوفرة العربية للسيارات. نتمنى أن السيارة تكون عجبتكم وانطرونا تجارب جديدة.